أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم سالت أجواء مستقرة في عموم مناطق المملكة، كانت الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة، درجات الحرارة كانت 40 في أغلب مناطق المملكة، العاصمة الرياض سجلت 42 درجة خلال ساعات ظهيرة نهار اليوم. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات من الغيوم، وهي كميات قليلة من الغيوم العالية بدون فعالية في مناطق عشوائية من المملكة، لكن تركزت في المنطقة الجنوبية. كما ذكرنا هي عبارة عن غيوم عالية بدون فعالية، سرعان ما تلاشت هذه الغيوم وسادت أجواء صافية وحارة في عموم المناطق. نتحدث الآن عن الحرارة ودرجات الحرارة والكتل الهوائية المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة من يوم الثلاثاء وحتى يوم السبت. تبقى المملكة تحت تأثير كتلة هوائية شديدة الحرارة في عموم مناطق الجزيرة العربية، تعمل على استمرار لهذه الأجواء الحارة بشكل عام في عموم مناطق المملكة، لكن اعتبارا من نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم تقترب من المملكة كتلة هوائية ذات درجة حرارة أقل من شرق البحر الأبيض المتوسط باتجاه منطقة بلاد الشام ثم نحو أقصى شمال المملكة، تنخفض على إثرها درجات الحرارة خلال بداية الأسبوع القادم، في حين تستمر درجات الحرارة مرتفعة في باقي المناطق، أي تنخفض في المنطقة الشمالية وتبقى مرتفعة في باقي المناطق. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود الطقس غالبا صافي مع 31 درجة مئوية، المحسوسة 30، الرطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض وتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة، يوم الأربعاء طقس صافي مع 43 إلى 31 درجة مئوية، يوم الخميس 42 إلى 32 درجة مئوية، ويوم الجمعة أيضا تبقى درجات الحرارة مرتفعة 42 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 32 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.